السلام عليكم. الفيديو ديالنا اليوم غادي تكون طبلة الوصفات غادي يحضروا مني للشيف، غادي يحضر لينا الكنافة ماشي غير انا عصير انا والطويرة ديالي والطويرة ديالي المسمن راه عندكم في فيديو خاص ديال المسمن العزيز على الشيف، والبيتزا راه درناها البارح، الشوربة غادي تلقاوها عندي في الانستغرام. يلا وهذا المشيش عادي ديالنا الثاني، هذه ثانية البنت ديالك المشيش ديالنا اللي كيشاهدنا أول مرة يشارك في القناة ويقرع على الجرس يوصلوا الجديد، حطوا إعجاب حطوا التعليقات ديالكم. يلا مرحبا بكم في الفيديو ديالنا اليوم. الشيف نيلو يخدم مع طويرة ديالو كتعطي لك الطاقة الإيجابية لك. ضروري تحضروا منعش مغذي وصحي. السلام عليكم، اليوم جينا معكم غير واحد التحليه اللي كديرها في رمضان بالمعسلات. بالمعسلات ديال رمضان شنو هي؟ هي كنافه بالفرماج، المعسلات الشرقيه. ها هي واحد الكنافه زوينه ديال قيوقه كتشهي. اييه ودرنا الفرماج، هذاك الفرماج اللي يكون جاهز راه كاين دوك الصيله ديال الفرماج هذا. إيه. درنا منه 350 غرام، ودرنا واحد 200 غرام ديال موتزاريلا باش كتجينا معلكه، وهنا درنا واحد 200 غرام ديال الزبده نوازيت باش حيدنا منها الحليب. نوازيت يعني هي اللي طيبتي، كطيب مزيان عاد الحليب تيلصق في الكاسرونه وكنخرج الزبده من الفوق. هذه 100 غرام ديال الزيت، زيت المائده، زيت المائده، وعندنا واحد 100 غرام ديال السكر كلاصي. السيرو عاد نجدو معكم من بعد. هذه غادي نطحنوها في الماكينه باش تجينا ساهله، غادي نديرو اي ماكينه هاشوار نهشيوها. دابا عرفتي كتشي زوينه هذه القناه ما شاء الله. انا غادي نهشيها دابا هذه، حنا جبناها معنا من مراكش. ها انتما الكنافه ديالنا شو كي دايره، ذهبه تبارك الله، عرفتي راه ورقيقه رقيقه بحال النبرو. واحد النبرو اش هو النبرو؟ ما تعرفيش انت النبرو، المهم هذه رقيقه وصافي. غادي يسولونا المشاهدين. لا رقيقه وصافي، هذه جبناها من مراكش. انا كان تحياتي للصاره ديال باتيس مراكش تبارك الله عليها. لا بلادي نقدو مراكش باتيس. ايه مراكش باتيس. ايه. تحياتي للصارة ديال مراكش باتيس تبارك الله عليها، مع هاديك النافعة عمرني ما شفت بحالها والله إلا. رقيقة زوينة. رقيقة وكتشهي تصوب فيها شي حاجة. غادي نخوي فيها 100 غرام ديال السكر كلاص هو الأول، نخلطها. هذا هو اللي كيجي باينة تكون محمرة. كيعطي هذاك اللون الذهبي. والقرمشه خاصها تنسجم مزيان. تنسجم مزيان معاه. بعد ما خلطها مع السكر كلاص دابا غادي نجيب ليها السمنه، الخليط ديال الزيت، الخليط ديال الزيت مع الزبده حتى هي تعاود تلبس مزيان. وي هي بعد ما لبسنا ليها ديك الزبده مع السكر كلاصي جات نتوما كنحلوها مزيان باليد باش كتلبس مزيان. ما كنديرو لها لا ملونات لا والو. لا لا هادشي طبيعي. حيت كاين اللي كيديرو الملونات باش تجي داك اللون برتقالي. لا 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 حاجة طبيعية. دابا هنا غادي ناخدو هاد الفرماج ديالنا غادي نكبو هنايا. غادي نزيد عليه هاد الموتزاريلا. الموتزاريلا اللي هي مربية. وهنا غادي نزيدو واحد المعلقة ديال الفاني. او كيس فانيلا. اوكي انت راه درنا هانيت طلينا فيها انا صافي خلطتي هذوك الاجبال صافي درنا الفاني انا انا ريحة الفاني عطات ريحة الفاني ريحة الفرماج وريحة كلشي شحال تزرب تاني هانت يا انا تنكدتو ليها تقريبا كنديرو بلاتي بعدا هذا الصحن او هذا المول دهنتيه بالزبده مزيان. دهنتو بالزبده مزيان شتو كيمدهم بالزبده هي حيت هذه ملاحظه مهمه. لا خصو يدهن بالزبده مزيان ودابا غادي
تفرشوا بهذيك الكنافه. كنفرش من الكنافه وكنطلع مع هاد الجناب هادو تقريبا غادي يدير نصف الكميه. لا اكثر من نص حيت فيها الجناب حتى هما تيعمروا. صافي لبستي لي هذا الصحن كله. هذا دابا غادي نجيب واحد شي حاجه باش غادي نورك عليه. نجيبوا شي حاجه باش نوركم. انا درت هاد لاباتين فاش كان السيرو غتورك عليها تولي صامطه. ياك نورك عليها الشيف كيلو يخدم مع طويبه ديالو كتعطيك ديك الطاقه الايجابيه ياك. فوالا انا دابا خويت هاد الجبن ديالي كله وغادي نكومونسي نطالي القاعده. هادي حركه شويه ياه. انا هادي هي التحليه ديالنا اليوم. هي التحليه ديال اليوم ان شاء الله. مع المساندة الرسمية ديالك اللي هي ليندا. ليندا اجي باش نقول للمشاهدين ديالي والله الا هاد رمضان هادي الا هاد ليندا هادي هاد الكاروبسات راه ما قلبت عليها ما شريتها حتى جات للدار هي راسها. جات ضيف الله. جات ضيف الله هي كريميسة. جات ضيف الله جات جيعانة عطشانة ديت ليها الماكلة وكلتها شربتها صافي وهي تكلس مع راسها. عقلات على الخيط. جبت ليها دابا حتى واحد ما يوصل ليها في الدار. هي مادام كاع تقدر تقرب ليها ديها كتبيع الدار. حيت الدرة. هيا كنغطي كاع ديما كنحك نقد باش تجيني. ولكن هاد الكنافه زوينه الصراحه تجي. هذيك الكميه اللي بقات غادي تبقى كلها غادي تجيني. خصك واحد السؤال الشيخ. قول يا مدام. دابا قلتي لينا نص كيلو ديال الكنافه ولكن القطر ديال هاد البلاكه او هاد التوا فاش لنا. ايوا هذاك راه السؤال ديالك انت اللي خصك تردي معايا البال. هادي هي ما تنقول لك ردي معايا البال. حيت باش نعرفو ملي كتحكوها تتجي. يا سلام فوالا غادي تعاود تبارك عليها. بيان سور عرفتي ملي كتحكوها كتجي مقادة. احنا كنجيبو السلعة ديال مراكش حتى لهنا لكازا باش نخدم. ايه هاد المرة تلقاو تما السلعة زوينة. لو كاين الناس تا هما اللي كيجيبوا السلعه زوينه. ايوا الله يجازيهم بخير. دابا غادي نورك عليها. دابا غادي نورك عليها. فوالا جينا صامطه. الفرارة درتو تيسخن على 200. ايوا عاد ملي غادي ندخلها غادي نرقل على 180 ونخليها طيب مع راسها باش توجد لنا الفطور ان شاء الله. الصينية ديال الكنافة. الصينية ديال الكنافة هاهي واجدة. دابا بقى غير ندخلوها للفران طيب. ها الصلاة عندي. بسم الله. دابا اش غنضيف؟ دابا غادي نجدو السيرو. دابا السيرو شاف. السيرو عندنا 300 غرام ديال السكر سنيدة وعندنا 200 غرام ديال الماء وعندنا واحد نص حامضة معصورة اللي هي جوج معالق كبار. غادي نخليوه غير يغلى غير يطيب ونخليه واحد 5 دقائق يزيد باش يتقال شوية صافي ونجدو علينا التبلينة الكنافة ديالنا. على بركة الله. هاد التبيرة هي راه غادي يلاه الشيف.
مع عصير مع الكربسات. العصير ديالنا اليوم هو الكركدي، راه قلت لكم كيفاش توجدوه. غادي نكب فوق الكركدي، ما نكثرش بزاف، وريتكم جهد القياس. حنا درنا اليوم مع اناناس، اليوم غديروا اليوم طريقه اخرى. هادي هنايا جوج ديال البنانات كونجلي، راه كنختار داك البنان اللي تيكون ديال كوستاريكا، تكون بيان بارفومي، تكون طيب مزيان، تكون بيان بارفومي. هنا عندي واحد الربع ديال الاناناسه توا كونجلي، وواحد شويه السكر، حيت الكركدي تيكون شويه محمض، شويه السكر. وهنايا العصير ديالنا باش يجينا مطحون مزيان، نطحنوه ما نديروش فيه معاه الماء، حتى يطحن عاد نزيد الماء. نقدروا نعوضوا السكر بالعسل؟ وي نعوضوا السكر بالعسل او التمر كذلك. العصير اللي طحن تيجي خاطر مع لي غلاصو. دابا كنزيد ليه الماء، القوام اللي بغيتو. القوام اللي بغيتو. العصير ديالنا هو جاهز، بسم الله. سمحوا لينا على الصداع، حيت دابا كنطيبو. هو ضروري تحضرو منعش مغذي وصحي. حيدو غير السكر واللي صحي 100%. يلاه بالصحة والراحة، وجربوا هذا العصير اللي ينفعكم. والكركدي راه ديما تيبقى عندنا في الثلاجة، تما بينا نستعمل. صافي الشيف، صافي الكنافة ديالنا. تبارك الله، حمرا في غاية، رائع. الله يعطيك الصحة الشيف. دابا غادي نسقيوها، بسم الله. سيرو ما حدا سخونة، حدا سخونة كبوها. هي راهي كتكبها بحال البونش كتشرب. نديرو هاد الكمية كلها، حيت هدا العبار ديال هاد الكمية ديالها. غادي تشرب كلو هاد السيرو، كلو كتشربو باش تجينا القياس في الحلاوة. هنا واحد شوية ديال بيستاش عشرين، وكنضيع تو شوية البيستاش أو اللوز اللي عندكم، تو شوية ديكور. شيء زينة، نجعل البركة. بغينا نشوفوا التعليكة. التعليكة بسم الله. باقي سخونة، البلاك باقي سخونة. رائع رائع رائع. يلا تبارك الله عليك. هانتوما التقديم النهائي الكنافة بالجبن. اليوم درت هاد الشوربة اللي بالخضر والعدس الحمراء، غادي تلقاوها في الانستغرام. المسمر اللي عزيز على الشيف، غادي نحط لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. هاد المسمر اللي نال الاعجاب ديالكم والتفاعل كبير. هادي بيتزا، هادي ديال البارح، وعاود سخنتها اليوم. العصير ديال الكركدي والبنان واناناس، وهادو دي نوغيت ديال الدجاج صوبهم ولدي وطيبهم في هذيك الاله ديال الاير فراير. وهذه هي الطبله ديالنا اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ونقرعوا الجرس يوصلكم جديد. حطوا اعجاب، حطوا تعليقات ديالكم. يلا بالصحه والراحه.